ليه بعد ما تابعنا هذا التقرير أكيد رح نروح لك زين لنتعرف أكثر على التفاصيل. يمكن شفنا حماس كثير من المجموعات الطلابية، شفنا موضوع جديد اللي هو المناظرات، بالعادة بيكون شيء علمي ولكن هلأ اتجهنا لاتجاه آخر اللي هو المناظرات اللي بتعتمد على موضوع معين ليناقشوا فيه الطلاب. شفنا طلاب صغار عم بتناقش الاستقلالية، عم تناقش الأهلية، قديش مهم إنه يكون عنا هدول الكوادر ليمثلوا سوريا برا. طبعاً نحن متعودين على الإبداع. تفضلي. أول شيء صباح الخير. صباحو يا هلا. هلا بالنسبة للمناظرة فهو كان كثير شيء مهم إنه نحن نبلش بنشر هاي الثقافة، لأن الطلاب عم ياخذوا مهارات فعلاً هن كثير بحاجتها بحياتهم العملية. هن عم ياخذوا مهارات، أول شيء عم يكون في عندهم ثقة بحالهم كثير كبيرة، مهارات التواصل، مهارات الخطابة مثل ما شفنا قبل شوي، عم يقدروا يوصلوا أفكارهم، عم يقدروا يتقبلوا الرأي الآخر، عم يقدروا يناقشوا. فكل هاي المهارات اللي هن صارت عندهم كتير مهمة. بالنسبة للعالمي فالصراحة كتير مشاركتنا مهمة، بما أنه هي المرة الأولى اللي حنكون نحن عم نشارك فيها، فكتير شيء حلو أنه فريق من سوريا وبهي الثقافة اللي ما كتير منتشرة لسه عنا أنه يطلع ويمثل سوريا بهذا الموضوع. نعم. فنتمنى لهم توفيق. زين كويتر، حضرتك من المنظمين بالمناظرات، خلينا هيك نغوص بتفاصيل الكواليس يلي موجودة يمكن ضمن الأجواء من واحد الشهر وأنتوا ضمن معسكر تدريبي مع الطلاب، والعلم يمكن هو الهم الأكبر والهاجس الأكبر. خلينا نحكي هيك عن الأجواء، كيف عم تمضوا وقتكم، قديش ساعات المناظرات عم تكون؟ هلأ المعسكر نحن بدينا فيه من واحد الشهر، عم يكون في عنا لعبتين أربع ألعاب مناظرة باليوم، لعبتين مع بعض الصبح ولعبتين مع بعض المساء، لأنه نحن بنظام نقاط، فيعني نحن مو الشخص اللي بيخسر أنه هو فوراً حيطلع، فهن النقاط بآخر فترة المعسكر أو قبل اللعبة النهائية حنشوف مين أكثر فريقين كان عندهم مجموع نقاط ليتأهلوا للعبة النهائية. حلو. الأجواء صراحة عم تكون في كتير تنافس. في تعب صار بما انه يعني اليوم خامس يوم. أيه. في تعب. ايه جدا. أيه. يعني فيك تشوفي الفرق، بس الصراحه الحماس صار اكبر بكثير، يعني الكل كثير متحمس على الموضوع، الكل كثير عم يحاول جهده اكثر، حتى المناظرين نحن شفنا فرق بادائهم من اول يوم لهلا. حلو. يعني حتى هلا ادائهم عم يصير احسن. في تعب بس الصراحة الروح عم تصير كتير أحلى. يعني زين خلال المناظرات يمكن عم نشوف الطلاب عم يستفيدوا من بعض، يعني عم ياخذوا أفكار بعض. شفنا مثل ما قلتي حماس، منافسة بينات بعض، عم تطلع على الطالب أو الطاقم يطلعوا على ستيج عم يحكوا هيك كل شيء عندهم، فعم يصير هيك حدا عم يحكي شيء والتاني عم يحكي شيء، فعم ياخذوا من بعض. قديش عم تزداد هيدي الروح، قديش عم يصير في تفاعل بين بعض، حتى في ألفة بصير. هلأ الصراحة كتير مهم أنه هنن عم ياخدوا المناظرة مو بس بالمكان اللي تدربوا فيه اللي هو محافظتهم، عم يشوفوها بكل سوريا هي كيف، يعني هي شيء واحد. عم يستفيدوا من بعض كتير لأنه الكل عم يحضر ألعاب بعض نفس الوقت، بس تخلص الألعاب ويخلص الجو كتير هيك صعب وتوتر جوا، بس يطلعوا لبرا عم يكونوا كل الوقت مع بعض، عن جد عم يشكلوا صداقات كل شيء لحال. برا عم يكون الجو كثير حلو. عن جد الصداقات اللي عم يشكلوها لك هي تجربه، هن عن جد عم يعيشوا هي التجربه بغض النظر عن الفوز او الخساره، هي تجربه كثير حلوه تنعاش عم يعيشوها. صح. زين استثمار القدرات الفكريه والعلميه لدى الطلاب قديش حاله هي مهمه، وحاله مهمه انها هي تنتقل ايضا الى الخارج، خاصة يمكن انه بيقولوا انت من سوريا، طب انه انتم ما عندكم حرب، انه ايه عندنا حرب بس نحن عندنا قدرات كثير مهمه. خلينا نحكي عن هي النقطه قديش مهمه ورعايه الفكر العلمي الصحيح. هلا مشان هذا الشيء نحن عندنا قدرات كثير رهيبه. صحيح. صراحه شويه توجيه شويه دعم، يعني بالامانه السوريه للتنميه والاولمبياد العلمي كثير اشتغلوا على هذا الموضوع، تخيل حيطلع معنا شيء كثير حلو، لانه القدرات اللي عندنا كثير هائله، يعني هن حابين يطلعوا ويوصلوا، هن اكثر شيء حابين يمكن هالتنافس ليوصلوا ليمثلوا اسم سوريا ويوضحوا انه نحن عالم عن جد عم نشتغل على حالنا ونحن عندنا قدرات ونحن بدنا نغير.
فهذا أحلى شيء. صحيح زين، 10 محافظات مشاركة، وهذا الشيء يعني شيء كتير منيح أنه من عدة محافظات شفنا طلاب جايين متحمسين لا يفوتوا مثل ما قلتي أنتي تجربة جديدة ويخوضوها، لا يوصلوا لهدف معين. دائما من أي فكرة أو أي مشروع في هدف معين لتوصلوا له. طبعا كان في مشاركة بالمشروع مع هيئة التميز والإبداع، كيف كمان كان التفاعل، كيف كان هالتشبيك بين بعض؟ هلا كان في كثير امور نحن بتشارك مع هيئه التميز والابداع نتفق عليها. كان في الصراحه تعاون كثير كبير لقدرنا نطلع بهذا المشروع، لانه يعني بتعرفي كل حدا كان في له دور كثير مهم لازم يلعبه لنوصل لهالنقطه اللي هلا وصلنا لها. و كل حدا كان له جزء ودور، يعني كل حدا له كان دور من المنظمين للاساتذه وللطلاب ايضا، كل حدا للمدربين للطلاب حتى لهم اكبر دور. زين، خلينا هيك نحكي هيك عن قصص مهضومه بتصير بالمناظرات، يعني اذا حدا مثلا نمل او تعب او شيء، كيف يمكن انتم كيف بتجوا لعنده بتقووه او هيك بتخلوه بتعطوه دافع او باور لحتى يكفي؟ بقلب المعسكر عم نحكي، بقلب المعسكر كثير اشياء، نحن كل يوم عم نعمل لهم نشاطات، عم نعمل لهم العاب خصوصا لشوي هيك يغيروا شكل وهيك. مثلا امبارح عملنا لهم مثل سكتش كمان عن المناظره بس بطريقه هيك شوي مضحكه، كانت كثير ظريفه. عم نعمل لهم العاب كثير حلوه، مثلا مثل لعبه الانتاج، اليوم في لعبه الجريمه. هلا هي العاب صغيره بس كثير فيها فكره وراها وبتفضي طاقه كثير. تماما، يمكن ضمن هذا المعسكر بده يكون عاشوا مع بعض، يعني لو وصلوا للنهائيات بدهم يتذكروا هيدي الايام يلي عاشوها مع بعض، بدهم يتذكروا القصص هيك التفاصيل، ايضا مثل ما قلتي الالعاب يلي انتم عم تشاركون فيها، المناظرات. خلينا نحكي عن اتجاه المناظرات، هيدي الفكره وهذا المشروع منين اجى؟ يعني كيف حبيتوا انه يكونوا الطلاب ينفتحوا على العالم الآخر؟ لأنه بالنهاية أي شيء بخص المناظرة هو نقاش، بيكون هو تبادل آراء وتبادل أفكار، غير الشيء العلمي اللي هو معروف شيء علمي بحت، لأنه كل إنسان بالدنيا له وجهة نظر، فكل حدا بيعبر عن حاله، بيعبر عن رأيه، بيعبر عن بيئته. قديش هيك كان المشروع هيك فكرة لتقدم للأمام، ومنين إجت فكرة المشروع؟ هلا الصراحة إجت فكرة المشروع من الحاجة اللي نحن شفناها عند الطلاب، بما أنه المناظرة هي بتخليهم يقدروا يتقبلوا آراء الآخرين، بتخليهم يقدروا يسمعوا قبل ما يناقشوا بالطريقة الصح، يرتبوا أفكارهم، يبحثوا عن المعلومات. نعم. فالصراحة الحاجة هي اللي خلتنا نبلش بهذا المشروع، ولهلا الشيء اللي شفناه والتغيير اللي عم نشوفه الصراحه هو يعني اثر كثير مهم. اكيد. واكثر شيء بتشوفيه عند الطلاب هن من طريقه تحكيهم عن المناظره وشغفهم اللي صار لهم. كمان الاعمار كثير كبيره. هو كثير شيء حلو انه حدا بهذا العمر هو قادر يوقف على ستيج ويحكي بالطريقه اللي هن عم يحكوا فيها ويعبر عن اراء وقضايا كثير كبيره. وعن جد فعليا كل الفرق اللي شاركوا معنا نحن كثير فخورين فيهم على الشيء اللي عملوه. اكيد بدنا نوجه لهم تحيه كثير كبيره. هلا بعد في 6 و7 هو اليوم الاخير، يعني باقي يومين، كيفك المعنويات؟ وباليوم السابع شو رح يصير لليوم 8 اذار؟ هلا باليوم السابع حيكون الحفل الختامي. المعنويات منيحه، شوي في توتر اكثر. هلا بلشنا نعرف هيك شوي مراتب او لا؟ صراحة عن جد صعب لانه النقاط كثير قريبة عم تكون، ولعبة عن لعبة عم تفرق كل شيء. اوكي. فالوضع كثير هيك دقيق هون بهالمرحلة. ب7 شهر حيكون في عندنا اللعبة النهائية يلي حيفوز فيها فريق واحد، حيكونوا بس فريقين، وبعدها نحن باليومين اللي بعد حنكون عم نعمل اختبارات معينة ضمن معايير محددة لنختار الفريق اللي حيطلع بالعالمي. ناطرين ان شاء الله كل خير يا رب. هيك نحن نفتخر ايضا بطلابنا، مفتخر فيكم انتم ككادر عم تتعبوا معهم لتوصلوا لنتيجه معينه، ودائما هالهدف نبيل وسامي. خلينا ايضا نحكي شو في بعد البطوله، يعني بعد البطوله شو الشغلات، شو الخطوات القادمه؟ هلا للعالمي او بشكل للعالمي اكيد. هلا للعالمي اكيد حيتم في معسكر ثاني تحضير للعالمي، اكيد حيكون عم ينشغل فيه على اللغه اكثر، حيكون عم ينشغل فيه على مهارات مره ثانيه، مع انه هن ما شاء الله مهاراتهم صارت كثير منيحه. صح، وبدون لغه انجليزي قويه.
لانه العالم حيكون باللغه الانجليزيه، بس اكثر شيء حيكون تدريب على مثل الجمل المأخوذه من العالمي، حنشرح لهم عن العالمي اكثر، حنقول لهم شو هن القوانين اللي مطلوبه هنيك، شو حيصير هنيك تماما، كيف حتكون الالعاب، برنامج مثلا. نعم زين، نحن كثير هيك مبسوطين بهي الخطوه المميزه والمناظرات، بدنا نتمنى التوفيق اكيد، ونحن رح نتابعكم خطوه بخطوه لحتى نعرف مين رح يتاهل للعالميه، ونتمنى التوفيق، واللي ما تاهل اكيد في معسكرات قادمه رح تاهلوا، اكيد في امل صح؟ اكيد صح. شكرا لجهودكم، وشكرا للتنظيم ولدعم المواهب الفكريه الصحيحه والعلميه السورية الصحيحة للشباب. شكرا أكيد. يا زين كويتر، شكرا لك، نتمنى لك كل التوفيق أكيد لك ولكل الكادر، شكرا للجهود اللي عم تبذلوها لنحقق شيء لبلدنا الغالي سوريا. شكرا شكرا كثير.